نتحول لفرنسا ونستعرض ردود الأفعال حول مشروع رفع سن التقاعد والذي يتبناه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخلاف عودة الحرائق إلى منطقة لاجيرون جنوب فرنسا وإجلاء حوالي 500 أسرة، وأيضا التوترات وحالة الاستنفار الأمني التي تصاحب إقامة مباراة أولمبيك مارسيليا مع فريق فرانكفورت الألماني، وغيرها من التطورات اللي حنناقشها مع خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا فرنسا. أهلا بك خالد. وفي خطوة متجددة بتحاول فرنسا رفع سن التقاعد، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة. في البداية لو تطلعنا على طبيعة هذا المشروع وأهم بنوده. تحياتي زميلي العزيز شادي ليك ولريهام ولكل السادة المشاهدين. موضوع قديم جديد، فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مدته الأولى في قصر الإليزي بالقيام بتشريعه أو تنفيذه، يبقى أحد أهم النقاط التي كان قد وعد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتقاعدين، وكان يحظى بتأييد حزب الوسط الفرنسي والأحزاب اليمينية في فرنسا. الحقيقة شادي، هذا المشروع هو لرفع سن التقاعد بدل من 63 عام إلى 67 عام، وسط اعتراضات كبيرة جدا وبصفة خاصة من اليسار الفرنسي، الأحزاب اليسارية وأيضا الفيدرالية الخاصة بالعمال. هذا المشروع هو مشروع يمكن أن نسميه مشروع يمكن أن يحدث هزة في أركان الحكومة أو الدولة الفرنسية. تتذكر شادي عند إبان حركة السترات الصفراء كان هناك اعتراضات على مشروع قانون العمل، والذي استخدم من خلاله الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية المادة 49.3، والتي تسمح لهم بتمرير مشروع القانون دون الأخذ الموافقة من البرلمان الفرنسي. والآن وفي تصريح صباح هذا اليوم للرئيس الفرنسي، أكد على أنه لا يريد استخدام هذه المادة في فرض هذا المشروع، مشروع القانون الخاص بالتقاعد، وأنه يتمنى أن يعني تكون هناك محاولة للتواصل مع المعارضة الفرنسية، وقبل عرض أو من المفروض أن يتم عرض هذا المشروع في الشهر القادم أو في الأشهر القادمة على البرلمان الفرنسي. وأكد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي بأنه يمكن القيام بعمل استفتاء على الفرنسيين في تطور جديد للحصول على الأغلبية من الفرنسيين لمثل هذا المشروع. والمشروع شادي المفروض يبدأ في أو يدخل حيز التنفيذ في 2026، إذن أمام الفرنسيين 4 سنوات حتى يتم تنفيذ هذا المشروع، ومشروع المستقبل الذي تحدثت عنه الحكومة الفرنسية وقصر الإليزي فيما هو في صالح المواطن الفرنسي أو المتقاعد الفرنسي، ومن خلاله يستطيع الحصول على جميع مستحقاته يعني بمرتب تقاعد يناسب الفترة، وهو من ضمن أهم المشاريع التي كان يرغب في تقديمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. معارضات كبيرة جدا من قبل فيدراليات العمال هنا وأيضا من قبل اليسار الفرنسي بتهدد بقيام بعض من المظاهرات أو المسيرات ضد مشروع القرار أو القانون الخاص بالتقاعد. وهنا الرئيس الفرنسي أراد يعني تفويت الفرصة على المعارضة الفرنسية اليسارية بأنه يعني استعرض مشروع وقال أنه قابل للنقاش، وهناك يعني كثير من الآراء بتؤكد أنه يمكن التفاهم على تخفيض مدة مشروع القانون بدل من 67 عام إلى 65 عام أو 66 عام، ويبقى الأمر الآن مع الفيدراليات الخاصة بالعمال وأيضا مع الحكومة الفرنسية والمعارضة الفرنسية التي هي تحاول بصورة أو بأخرى استغلال هذا الموقف للتأكيد على أن الرئيس الفرنسي لا يعمل لصالح الفرنسيين حسب قول المعارضة اليسارية الفرنسية. يعني إذا تحدثنا عن الأسباب يا خالد التي يرتكن إليها سواء كان المؤيدين أو المعارضين، يعني ما هي مبرراتهم؟
الحقيقه الحكومه الرئيس الفرنسي والحكومه الفرنسيه ترتقي بان قانون التقاعد الان يعني لا يناسب هذه الاوقات ويكلف كاهل الدوله الفرنسيه الكثير من الاموال. هو يريد ان يعمل الفرنسي اكبر فتره ممكنه وانه قادر على الانتاج. وبصفه خاصه ريام تتذكر يعني تعلمين جيدا ان متوسط سن الفرنسيين هو 85 عام، وبالنسبة للمشرعين الفرنسيين هذا سيوفر كثير من الأموال للحكومة الفرنسية ولليمين الفرنسي. اليمين الفرنسي هو ممثل أصحاب العمل ورجال الأعمال، يؤكدون على أنه بالفعل عندما يعني يكون الفرنسي يدفع كثير من الضرائب في خلال فترة عمله وسنوات عمله ستتيح للدولة أن تعطيه كامل مستحقاته. وإذا تم رفع السنوات للعمل يبقى من حق هذا المتقاعد الحصول على حقوقه كاملة. ولهذا نجد اليمين هو موافق على زيادة المدة واليسار هو رافض لهذه المدة. طيب موضوع آخر يعني فيما يتعلق بالحرائق التي عادت إلى منطقة لاجيرون جنوب غربي فرنسا، ما هي آخر المستجدات؟ يعني نسمع أن هناك أكثر من 500 أسرة تم إجلائهم. الحقيقة طبعا هناك الكثير من الحرائق في منطقة لاجيروند، منطقة جنوب غرب فرنسا بقرب من مدينة بوردو. الحرائق زادت وارتفاع درجات الحرارة ما زال مستمر. 300 من رجال الإطفاء حاولوا إطفاء هذه الحرائق التي يعني أتت اليوم على 1000 هكتار من الغابات الفرنسية. درجات الحرارة حسب هيئة الأرصاد الجوية لاميتيو وصلت اليوم إلى 39 درجة مئوية. التغيرات المناخية بتدفع أيضا إلى الكثير من المشاكل. كان هناك ظهرت في منطقة لاجيروند أيضا طائرات مروحية وطائرات كندير التي تقوم بعملية الإطفاء. ما زالت أجواء الحرائق مستمرة بالرغم من هبوط بعض من الأمطار على هذه المنطقة، أدت بصورة أو بأخرى إلى يعني مساعدة رجال الإطفاء، ولكن سرعة زيادة الرياح وشدة الرياح لم يعني تؤكد عليها ألا تم بالفعل السيطرة على الحرائق بصفة نهائية. ما زلنا أمام حرائق منتشرة في الغابات الفرنسية، وهذه الحرائق في الغابات الفرنسية كانت أدت إلى سبب كبير جدا في تناقص الإنتاج الغذائي والإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي وزيادة الأسعار في السوق فيما يخص منتجات الألبان وغيرها. إذا نحن أمام مشكلة، وهذه المشكلة ما زالت السلطات في منطقة لاجيروند في جنوب غرب فرنسا تحاول السيطرة على هذه الحرائق. وهذه الحرائق الحقيقة يعني تسببت بصورة كبيرة جدا في ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وبصفة خاصة الخضروات والفاكهة. على الجانب الرياضي كمان خالد، يعني هناك توترات ومشاحنات في مارسيليا، يعني لديك بين جماهير فريق أولمبيك مارسيليا وفريق فرانكفورت الألماني في بطولة أبطال أوروبا. قولي ما هي يعني آخر المستجدات في هذا الشأن وأسباب حالة التوتر هذه؟ الحقيقة ريهام يعني أنا بحدثك من محيط استاد فيليدروم بمارسيليا. منذ لحظات تم إبعادنا عن البوابة الرئيسية بالرغم من أن المباراة الآن هي جارية مع فريق انترلاخت فرانكفورت وفريق أولمبيك مارسيليا، والشوط الأول كان انتهى بهدف للفريق الزائر منذ الأمس. وهناك تراشق على يعني التواصل شبكات التواصل الاجتماعي ما بين الجماهير. هناك 62 ألف متفرج بالاستاد هنا من خلفي، ومنهم حوالي 3200 مشجع ألماني. الحقيقة منهم أيضا 300 مصنفين من المشاغبين. تم تكسير محطة جاكسون شارل من قبل المشجعين الألمان. الشرطة الفرنسية وقوات الدرك حوالي 1000 حاولوا امتصاص غضب المارسيليين
وتم فصلهم عن الجماهير الألمانية. هناك 8 تم إلقاء القبض عليهم وتوقيفهم قبل المباراة. كان هناك مشكلة كبيرة ما بين جماهير مارسيليا وبين الشرطة الفرنسية. نتمنى أن تنتهي المباراة على خير، لأن الأجواء مشحونة، أكثر من 1000 شرطي ودركي هم الآن في هنا من خلفي حوالي محيط الاستاد، وكما ترين نحن في هذا المكان، والشرطة الفرنسية تقوم بحراستنا، والحقيقة بنحاول نحن نتفادى الأسوأ، وإن شاء الله تنتهي هذه المباراة بخير. وبصفة خاصة أن الفريق الذي كان أول في هذه المجموعة فريق توتنهام خسر أمام فريق البرتغال 2-0، وهو الفريق البرتغالي لشبونة. وبالطبع إذا خسر أي فريق من الفريقين اليوم، سواء أولمبيك مارسيليا أو لوئام أو فرانكفورت، سيكون يعني مهمته صعبة للغاية للوصول إلى الدور الثاني. إذا نحن أمام دقائق تفصلنا على نهاية المباراة. الأجواء حتى هذه اللحظة هادئة، ونتمنى ألا تكون الهدوء الذي يسبق العاصفة. نتمنى أن تنتهي هذه الليلة على خير، لأن الشرطة الفرنسية ومحافظ بوش درون أكد على أن هناك استنفار أمني ودواعي أمنية كبيرة، ومنع الخروج حتى الأطفال وكبار السن. كانت هناك نشرات بتنصح الجميع بالبقاء في أماكنهم نظرا للتخوف من أن تكون هناك اشتباكات. ريهام، سنبقى معك لو في تطورات، سنعطيك صورة على الهواء مباشرة بعد انتهاء المباراة في هذا اللقاء إن شاء الله. خالد شقير مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من مارسيليا، شكرا جزيلا لك خالد.